بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلة له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا فصل عظيم النفع كبير الفائدة عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان شروط الدعاء وآدابه، وأن الدعاء إنما يكون نافعاً مثمراً إذا أتى الداعي بشروطه وآدابه وضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه من الآيات الجوامع لآداب الدعاء وضوابطه، وفيها أن الدعاء إنما يكون نافعا لصاحبه إذا جاء بضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الداعي إذا اعتنى في دعائه بالضوابط الشرعية والآداب المرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أبلغ وأعظم وأقوى في تحقق أثر الدعاء وثمرته المرجوة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هنا خلاصة مختصرة وعصارة مفيدة جمع فيها أهم شروط الدعاء وآدابه. قال رحمه الله تعالى: وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. حضور القلب أي أن يكون
وهو يدعو الله عز وجل يدعوه بقلب حاضر ليس بقلب لاهن. أحيانا يدعو المرء ربه ويرفع يديه ولكن قلبه في واد آخر لا يكون حاضر القلب. ولهذا مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل. لا لا يستجيب دعاء قلب غافل لا. فالقلب إذا كان غافلا لاهيا هذا مانع من موانع الإجابة. إذن في الدعاء لا بد من حضور القلب، لا بد من حضور القلب، ولا بد من جمعيته على المطلوب، أن يكون القلب متوافرا مجتمعا على المطلوب المعني المقصود بالدعاء، فيكون حاضرا ويكون مجتمعا مجتمعا على حاجة المرء مقصوده مطلوبه في توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهذه نبه عليها رحمه الله تعالى ليكون في هذا التنبيه معونة على العبد أن يتحرى هذه الأوقات. ليس معنى ذلك أنه لا يدعو إلا في هذه الأوقات، لكن المراد بذلك أن يكون لهذه الأوقات مزيد عناية بالدعاء، لأن الإجابة فيها أحرى، لأن الإجابة فيها أحرى، فيتحرى فيها الدعاء لأنها أوقات هي مظنة إجابة، مظنة إجابة. قال: وهي الثلث الأخير من الليل، وهذا وقت شريف فاضل عظيم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فأفاد ذلك أن هذا الوقت الشريف، وقت النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل، وقت إجابة للدعاء، فيه الرب الغني الحميد جل في علاه يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فوقت إجابة دعاء، من دعا أجيب دعاءه، ومن أجيب دعاءه، ومن سأل أعطي سؤله، ومن استغفر غفر له. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون لهذا الوقت حظ من الدعاء والذكر وما كتب الله سبحانه وتعالى ويسر من قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: وعند الأذان. وعند الأذان، عند الأذان وقت ما يؤذن المؤذن، السنة أن تقول مثل ما يقول، وهذا فيه ثواب عظيم، كما في حديث عمر في الصحيح إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال في تمامه: ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. فالسنة عند سماع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا وصل إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح، فالسنة كما في حديث عمر المشار إليه أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقول المصنف رحمه الله عند الأذان أي بعد الأذان مباشرة، أي بعد الأذان مباشرة، بعد الفراغ من الأذان، هذا وقت تحر للدعاء. وأول ما يبدأ به من الدعاء
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله له الوسيلة، ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. فأول ما يبدأ بعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم من بعدها يسأل الله الوسيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، فيدعو بهذه الدعوة. ثم من بعد ذلك يدعو بما تيسر له، لأن هذا من أوقات الإجابة كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره، وهو حديث ثابت، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا فأقونا بالفضل. الأذان فيه ثواب، من يقرأ الأحاديث التي وردت في ثواب الأذان يجد أن المؤذنين حصلوا ثوابا عظيما، ولو لم يكن في ذلك إلا حديث الدال على الخير كفاعله، هذا دلالة دعوة للصلاة. ورد فيه أحاديث عظيمة جدا في فضل الأذان. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا. فقال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون ثم سل تعطى. والحديث صحيح: ثم سل تعطى. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم سل تعطى، هذا يدل على أنه بعد الأذان وقت تحر للدعاء، بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تأتي بالدعاء المختص به عليه الصلاة والسلام: اللهم آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة إلى آخره، بعد ذلك سل تعطى كما صح بذلك الحديث. قال: فإذا انتهيت، يعني من الأذان، فسل تعطى. هذا يدل على أن هذا وقت تحر للدعاء كما قال ابن القيم وعند الأذان. قال: وبين الأذان والإقامة، ثم الوقت المتسع الذي بين الأذان والإقامة أيضا هو وقت إجابة للدعاء. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال: وأدبار الصلوات المكتوبة. والمراد هنا بدبر الصلاة أي آخر الصلاة قبل التسليم، هذا هو المراد، قبل التسليم، لما جاء في حديث ابن مسعود في ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم التشهد. قال عقب ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فإذا هذا وقت تخير وتحري للدعاء قبل أن يسلم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص قبل السلام أن يدعو بما تيسر، وكثير من المصلين يمل إذا طال التشهد. أذكر من طرائف القصص، أحد الأئمة كان يصلي، ولعل الإمام محدثكم، فبعقب الصلاة جاءوا أحد المصلين، وهذا الكلام قديم، جاءوا أحد المصلين وقال: يا شيخ، أنا قرأت التشهد مرتين. من قال تقرأ التشهد مرتين؟ إذا انتهى التشهد فرصتك العظيمة أن تتحرى من الدعاء ما شاء، هذا وقت تحري دعاء، وقت فاضل عظيم يتحرى فيه المسلم، وخاصة الدعوات الجوامع العظيمة الماثورة عن
النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وذلك لما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه أو طلعت فيه الشمس. قال صلوات الله وسلامه عليه: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه حاجته، إلا أعطاه حاجته. وفي تحديد هذه الساعة خلاف معروف بين أهل العلم، وأصح ما قيل هو هذان الوقتان اللذان أشار إليهما ابن القيم رحمه الله تعالى: عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، حتى تقضى الصلاة. إذن ننتبه هنا إلى 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 أمر مهم في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وعند ما قبل السلام أدبار الصلوات مر معنا أن وقته ماذا؟ تحر للدعاء. يوم الجمعة هذا السجود وهذا الدعاء الذي قبل السلام شأنه آخر، شأنه آخر لهذه الفضيلة التي جاءت في الحديث، فاجتمع فيه فضل الحال وفضل الزمان والوقت، فضل الحال في صلاة وفي وقت يتحرى فيه الدعاء في الصلاة، وأيضا زمان فاضل كما جاء في هذا الحديث الذي هو ساعة من يوم الجمعة تبدأ من صعود الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فالأدعية التي تكون في الصلاة، صلاة الجمعة، لها شأن عظيم. وقال: وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له. وهذه المعاني مهمة جدا في الدعاء، أن يكون القلب مخبت، خاشع، منيب، مقبل على الله عز وجل، متذلل بين يديه. قال: وتضرعا ورقة. كل هذه المعاني تكون في القلب وهو يدعو الله عز وجل، وتضرعا ورقة. قال: واستقبل الداعي القبلة. وهذا ليس من شروط الدعاء ولكنه من آدابه، ولهذا يأتي في أحاديث عديدة في الدعاء يقول: فاستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة ودعا. فهذا من آداب الدعاء العظيمة. وكان على طهارة، وهذا أيضا من الآداب وليس من الشروط، وهو عظيم الشأن في هذا الباب، باب الدعاء وتحري إجابته. ورفع يديه إلى الله، ورفع يديه إلى الله، ورفع اليدين هو هيئة ذل وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهم من أسباب الإجابة. ولهذا جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا، أي خائبتين. قال رحمه الله تعالى: وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه قصة الرجل وهي ثابتة، الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فقال: عجل هذا، عجل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم
فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. قال رحمه الله: ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. التوبة فلاح، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وموجب لنيل الخيرات وإجابة الدعوات وغفران الذنوب. ثم دخل على الله، ومعنى الدخول هنا أي دخول بالدعاء والإلحاح والإقبال على الله سبحانه وتعالى في عرض الحاجة والطلب والسؤال. ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه. والملق كما جاء في اللغة هو الدعاء والتضرع، الملق هو الدعاء والتضرع. تملقه أي تضرع إليه وألح عليه سبحانه وتعالى. قال: ودعاه رغبة ورهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أن يجمع في دعائه بين الرغبة والرهبة، راغبا راهبا. وهذا شأن المسلم في كل العبادات: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ففي كل عبادة ومنها الدعاء يجمع العبد بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. قال: وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. التوسل إليه بأسمائه وصفاته هذا يكثر في أدعية القرآن وأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه أعظم الوسائل، أعظم الوسائل في الدعاء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، ويضمن كل دعوة ما نسبها من الأسماء، إن كان غفرانا للذنوب الغفور الرحيم، كان سؤالا للرزق الرزاق الكريم، وهكذا يدعو حاجاته وسؤالاته ومتوسلا إلى الله بأسمائه وصفاته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، توسل بالفتاح وأنه خير الفاتحين. فيدعو ويتوسل إلى الله في كل حاجة بما يناسبها من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال: وتوحيده أي لا إله إلا الله، وهذه وسيلة عظيمة جدا. لا إله إلا الله وسيلة عظيمة، ولهذا تنظر في كثير من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها هذه الكلمة، كلمة التوحيد: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. تجد أدعية كثيرة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها التوسل إلى الله جل وعلا بالتوحيد، ومن ذلك دعاء سيد الاستغفار، وأدعية كثيرة مأثورة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقدم بين يدي دعائه صدقة، وقدم بين يدي دعائه صدقة. لا أعلم حديثا خاصا في هذا، لكن هناك عمومات تدل على هذا، مثل حديث أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأيضا ما جاء في حديث الولي الحديث المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والصدقة منها، الصدقة إما واجبة فتدخل في الأول، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أو مستحبة فتدخل في الثاني
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثمرة ما هي؟ ثمار، من ضمنها إجابة الدعاء، من ضمنها إجابة الدعاء. قال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي يسدده في قواه وحواسه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالتقرب إلى الله بالنوافل ومنها الصدقة من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. ليس المعنى المراد هنا أن المرء عندما يريد أن يدعو قبل الدعاء يخرج صدقة، وكل مرة يريد أن يدعو يخرج صدقة، وإنما المعنى أن يكون صاحب صدقة بدل. فهذه الصدقة وهذا الإحسان وهذا البذل من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. قال فإن هذا الدعاء، يعني الذي جمع هذه الأوصاف وهذه الضوابط العظيمة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. وذكر رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة عديدة. نعم. قال رحمه الله تعالى فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم. هذا حديث عظيم، وفيه هذه التوسلات العظيمة إلى الله بالتوحيد كما تقدم، وبأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة. وهذا من أعظم التوسل إلى الله، أعظم ما تتوسل به إلى الله توحيده لا إله إلا الله وأسماؤه وصفاته. أعظم ما تتوسل به إلى الله جل وعلا توحيده لا إله إلا الله وأسماؤه تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. وهذا الحديث مشتمل على ذلك. سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. هذه وسيلة عظيمة، وهي التوسل إلى الله بالتوحيد، التوسل إلى الله بالتوحيد. فإذا كان العبد موحدا من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، فهذا التوحيد من أسباب إجابة دعائه، بل هو أعظم أسباب إجابة الدعاء. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توسل إلى الله بالأسماء والصفات وبما تضمنته السورة العظيمة المباركة سورة الإخلاص. وفي الحديث المعروف قصة الرجل الذي كان يقرأ بها ويختم بها كل صلاة، فلما سئل عن ذلك قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فهي سورة أخلصت لذكر صفة الرحمن سبحانه وتعالى. فتضمن هذا الدعاء التوسل إلى الله بالأسماء والصفات التي تضمنتها هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي رواية لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الحاصل أن هذا الحديث هو حديث ثابت فيه هذا التوسل العظيم لله بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وأن هذه الدعوة من الدعوات التي ينبغي أن يتحراها المسلم وأن يعتني بها بهذه الألفاظ الثابتة الماثورة في هذا الحديث
العظيم. نعم. قال: وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث أيضا حديث ثابت، وفيه هذه التوسلات العظيمة إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في تمامه: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهو كالذي قبله، يعني دعاء عظيم فيه توسلات عظيمة لله جل وعلا بتوحيده وأسمائه وصفاته، وهذا أعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا في الدعاء. نعم. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعض أهل العلم جزم أن اسم الله الأعظم هو الله، وهذا الاسم إليه ترجع جميع الأسماء الحسنى، إليه ترجع جميع الأسماء الحسنى. ولهذا تجد في القرآن الأسماء تضاف إليه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فمن أهل العلم من جزم أن الاسم الأعظم هو الله، ومنهم، وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، الحي القيوم. وهذان القولان في تعيين الاسم الأعظم هو أقوى ما قيل في 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 هذا الباب، أقوى ما قيل، إما أنه اسمه تبارك وتعالى الله، أو أنه اسمه الاسمين الحي القيوم. وهذه الأسماء جاءت في الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيها اسم الله الأعظم الذي من دعي به أجاب ومن سأل به أعطى. ولأهل العلم أيضا في التعيين أقوال كثيرة، يعني ربما أوصلها بعضهم إلى 20 أو أكثر قولا، لكنها كثير منها واهي جدا وضعيف. لكن أقوى ما قيل أنه اسمه الله أو الحي القيوم أو الأعظم، لا يختص باسم معين، وإنما أسماء الله جل وعلا الحسنى العظيمة، أو كما قال بعض أهل العلم يكون في الأسماء الجوامع، الأسماء الجوامع التي لا تدل على معنى مفرد وإنما تدل على معاني كثيرة ومعاني عديدة. لكن بغض النظر عن ذلك كله، من دعا بهذه الأدعية، من دعا بهذه الأدعية بغض النظر عن الخلاف والتعيين لاسم الأعظم،
من دعا بهذه الأدعية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمتها لقد سأل الله باسمه الأعظم، ماذا يكون؟ يكون دعا باسم الله الأعظم، قطعا دعا باسم الله الأعظم. إذا جاء بهذا الدعاء وهذه التوسلات باللفظ الذي جاء في هذا الحديث فهو قطعا دعا باسم الله الأعظم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه الأدعية حفظا لها ودعاء لله سبحانه وتعالى بها. نعم. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيع بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وحديث أيضا ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وبين ابن القيم رحمه الله أن المعنى أي تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها، الضمير يعود على الدعوة، على الدعوة، يعني اعتنوا بهذه الدعوة، واضبوا عليها، لازموها، حافظوا عليها، لأن دعوة عظيمة. فألظوا هذه الكلمة تفيد عناية بهذا الدعاء واهتماما به، يا ذا الجلال والإكرام. وليس المراد أن يقول الداعي يا ذا الجلال والإكرام ويسكت، وإنما يجعل هذه وسيلة بين حاجته ودعوته وسؤاله ومطلوبه. نعم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. هذا الدعاء فيه رجل متروك، فهو غير ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما يا حي يا قيوم فهذه شأنها عظيم في الدعاء، كما مر معنا في الدعاء بسم الله الأعظم الحديث الأول، فيه يا حي يا قيوم، أو الحديث الثاني فيه يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم. نعم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال وفيه من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أو كربه أمر، يعني كرب أو شدة، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ففيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين الحي القيوم، وإليهما ترجع جميع الأسماء والصفات، لأن أسماء الله إما لأن صفات الله إما ذاتية فيترجع إلى اسم الحي، أو فعلية فهي ترجع إلى اسم القيوم. فإلى هذين الاسمين ترجع جميع الأسماء الحسنى، فهما من الأسماء الجوامع للصفات الكثيرة العظيمة والنعوت الجليلة لله سبحانه وتعالى. فكان إذا حزبه أو كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أي أتوسل إليك وأستغيث سائلا طالبا الغوث والنجاة من الشدة. فهي دعوة عظيمة، ولا سيما في الشدائد والكروبات. نعم. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي الحي القيوم. نعم. وهذا الحديث فيه أن اسم الله الأعظم، يعني يقول عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن:
سورة آية الكرسي من سورة البقرة، وأول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسورة طه قول الله تعالى وعانت الوجوه للحي القيوم. وهذا الحديث مع بعض الأحاديث منه جزم بعض أهل العلم أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. نعم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح. نعم. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه، يعني دعاء ذي النون. نعم. وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. قال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة؟ فقال ألا تسمع قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. أورد رحمه الله هذه الأحاديث 3 وأصحها الأول وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الدعوة تضمنت 3 أو 4 وسائل عظيمة لله سبحانه يتوسل إلى الله بها. الوسيلة الأولى التوحيد، وهو أعظم الوسائل توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد لا إله إلا أنت. والوسيلة الثانية التنزيه لله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته. والوسيلة الثالثة الاعتراف بالتقصير ملتجئا إلى الله بافتقاره واعترافه بتقصيره. فهذه وسائل عظيمة هي من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء. ولهذا تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. فهي وسائل عظيمة عظيمة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، وهي من أسباب قبول الدعاء وعدم رده. نعم. قال في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نعم. هذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس هو ذكر عظيم جليل الشأن يستحب أن يقوله المسلم في الكربات والشدائد، وهو فرج
في الشدائد والكربات، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عند الكرب، يعني عند الشدة: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وهذا كله توسل إلى الله جل وعلا وتعظيم له وتوحيد وتوسل له جل وعلا بأسمائه وصفاته، فهو من أعظم أسباب تفريج الكربات والشدائد والضائقات التي تصيب العبد. نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا في إسناده ما قال، ويغني عنه الحديث الذي قبل حديث ابن عباس وهو في الصحيحين. نعم. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذه دعوة عظيمة تقال عند الهم والغم والأمور المؤلمة المحزنة. حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على أن نتعلمها، ولهذا في خاتمة الحديث لما قيل: ألا نتعلمها؟ قال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. من الذي قال هذا؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام. ينبغي على من سمع أن يتعلمها، فهذه دعوات ينبغي على كل من سمع أن يتعلمها، يعني يحفظ ألفاظها ويتعلمها، أن يفهم معانيها ومدلولاتها ويجعلها في دعوته في ما يصيبه من هم وكرب وشدة، فإن فيها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام إذهاب للهم والحزن وإبدال له بالفرح والسرور، إبدال له بالفرح والسرور. وانتظمت هذه الدعوة أمورا أربعة بها الفرج من الهموم والغموم. الأول التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له وإعلان العبودية له والذل بين يديه في قوله: عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. والأمر الثاني الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقضاء الله. والإيمان بالقضاء والقدر سلوان للمصاب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. والأمر الثالث معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة والتوسل إلى الله بها. قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأمر الرابع العناية بالقرآن، لأنه قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وهنا أنبه، عندما يدعو الداعي بهذه الدعوة أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ماذا ينبغي عليه بعد هذا؟ أي يستقيم أن يدعو بهذا الدعاء ثم يهجر القرآن؟ نعم، أي يستقيم أن يدعو بهذا الدعاء ثم يهجر القرآن. ولهذا هناك أخطاء في الأدعية، أخطاء في الأدعية
يترتب عليها عدم وجود أثر الدعاء. ومن ذلك ما نبه عليه العلم أنك إذا دعوت بدعوة في أمر ما أبذل السبب، فأنت إذا قلت أن تجعل القرآن ربيع قلبي افتح المصحف واقرأ وتدبر وتأمل في كلام الله واجعل للقرآن حظا من وقتك حتى يكون ربيعا لقلبك. لن يكون القرآن ربيعا لقلب المرء وهو في الرف أو يوضع كما في بعض البيوت للزينة أو نحو ذلك، لن يكون ربيعا للقلب. ربيعا للقلب عندما يفتح المرء وينظر في الآيات ويقرأ ويتدبر ويفهم، يكون حينئذ ربيعا لقلبه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه أمور أربعة اجتمعت في الحديث: التوحيد، والإيمان بالقضاء والقدر، والتوسل إلى الله بأسماء وصفاته، والعناية بالقرآن. هذه الأمور الأربعة التي اجتمعت في هذا الدعاء هي سبب الفرج وزوال الهم والغم والكروبات. نعم. وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. أو ما كرب، ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. هذا الأثر رواه ابن سمعون في أماليه، وإسناده ضعيف، وموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وقد مر معنا في دعاء ذي النون في الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا فيه أن التسبيح يؤتى به في الكرب والشدة كما تقدم معنا في دعوة ذي النون. أما هذا الأثر فهو غير، فإسناده إلى ابن مسعود ضعيف، إسناده إلى ابن مسعود ضعيف. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن عن أنس بن مالك قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريده من دمي؟ شأنك بالمال. قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده، حربة قد وضعها بين أذني فرسه. فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقلت: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: هذا دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له، مكروبا كان أو غير مكروب. نعم، لكن هذا لو ثبت، لكنه غير ثابت، غير
ثابت فلا يعمل بما دل عليه لعدم ثبوته. وإسناد هذا الخبر إسناد واهن وينظر في الكلام على إسناد السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى في برقم 5737 وبين أن إسناد هذا الخبر إسناد واهن فهو غير ثابت. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.